هلو من أنا مش شيف وكل عام وانتم بخير. اليوم وصفتنا رح تكون مع مازولا رانش دريسنج. رح أعلمكم كيف تعملوا بافلو تشيكن بيتزا كتير زاكية وسهلة. خلال الفترة هاي منجهز العجين ومنتركها تريح. نسق الجاج من قطعه ونسحبه. وهلأ منخلط البافلو صوص مع الجاج المبهر ومنضيفه على المازولا رانش اللي محطوط على العجينة. منحط الجبنة الموزاريلا ومندخلها على الفرن لمدة 15 دقيقة. كتير زاكي الرانش، وصفة بتجنن وتذكروا أنا مش شايف.